هذه الفراغات، العودة إلى قيمنا الإنسانية والأخوة الإنسانية. الإمارات العربية دولة شقيقة اللي هي نموذج لبوتقة كل الجنسيات اللي بتنصهر فيها والثقافات والديانات والأعراق. وجودها النهاردة في استضافتها لهذا المؤتمر الهام وبحضور الكثير من القيادات الدينية رسالة قوية. طبعا فكرة فضيلة الإمام الأكبر لهذا المنتدى واستضافة الإمارات وحضور الأب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، كل هذه العوامل بتلفت أنظار العالم أنه أولا الرسالة جاية من المنطقة العربية، قيمنا العربية الأصيلة وثقافتنا وحبنا لبعض وقبولنا لاختلافات بعضنا البعض، كل ده كان مهم جدا انه يبقى فيه تواجد مصري موجود يتكلم عن الخبرة المصرية في هذا الإطار، يتكلم عن جهد الدولة وخاصة القيادة السياسية برؤيتها الواضحة تجاه المواضيع الإنسانية وحب الآخر. ركزت حضرتك على ايه في الكلمة اللي ألقيتها خلال الندوة قبل قليل؟ الحقيقة كلمت عن أهمية الوعي والإدراك في منطقتنا العربية لقيمنا العربية الأصيلة. أولا احنا مهد الديانات السماوية كلها، احنا الأشعار والأدبيات كانت بتتكلم وبتهز شعر الوجدان العربي الإنساني، بنتكلم عن الفارس العربي النبيل الأصيل حتى في وقت الحرب، إنما هو فارس عربي نبيل بيعرف كويس جدا في الإنسانيات وبيحافظ على المجتمع اللي حواليه. ركزت أيضا أنه عشان نعزز هذه القيم الإنسانية لابد من العودة ومن تسليط الضوء على هذه القيم اللي ربما افتقدناها شوية. المنطقة مرت بانعطافات كثيرة إنما كانت قيمنا ما زالت راسخة، بنعيد هذه القيم مرة أخرى إلى الحياة من خلال الأجيال الشابة اللي طالعة في المنطقة. ركزت أيضا على دور مصر فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني بمبدأ المواطنة، وإنه الشعب المصري قيادة سياسية بتنظر له شعب واحد، ما فيش فرق بيننا، وانه كل واحد عليه نفس الحقوق ونفس الواجبات. اتكلمت عن مؤتمرات الشباب ايضا لان هي فرصه للحوار الفكري والمجتمعي مع شباب مصر، انه اول مره بنشوف القياده السياسيه والشباب قاعدين يعني بيتحاوروا، وممكن جدا انه يحصل نوع من النقاش اللي بيولد الحقيقه فكره وتنفذ. كل الحاجات دي كلها مصر كانت رائده. اتكلمت ايضا عن البرلمان المصري وكلمت ازاي انه